نبدأ بالتكرار إن شاء الله. نصف الحسبة بابا. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. تفضل. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يكون الرضاع. وعلى الوالي وعلى المولود والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفسا إلا وسعها ولا تضاعف. لا غير وارد، لا تضاعف. على طول. نفسا وسعها ولا تضاعف. لا تضاعف، ما فماش وارد. لا تضار والدة بولدها ولا موجود له بولده على الوارث بالكذاب. فإن أراد بسأل عن طراد منه تشاؤم فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن به أنفسهن بالمعروف. في أنفسهن والله في أنفسهن مش في أنفسهن في أنفسهن في أنفسهن بالمعروف. والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلمتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. بارك الله فيك. حسنت عبد العزيز مسكين كيكا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء أو تفرغوا لهن فريضة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفوا أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف
على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم أسلك عبد العزيز سال أنا سال سال صح سبحان الله يقول قال فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسنا. الاصل ان لا جناح عليكم الا فيما فعلنا في انفسنا. علاش قال لنا فلا جناح عليكم؟ اي في المجتمع هو اللي مكلف باش انتم اللي هي عنها العده حاضر على العده هذه. عندي موضوع هي برضه المجتمع اللي حولها هو ايضا مطالب ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويغفر وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي إنه بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم داوود ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال. قالوا أنى يكون له الملك. الله قد بعث لكم داوود ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا وهو أحق بالملك. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم داوود ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال نور الدين عجبك يا أزرح Thank you.
نعمة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترب غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه وعلمه مما يشاء. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. جزاك الله خير. لطف العزم أن تقرأ القرآن ولا تحرك تقرأ الأنفال. نعم. الله ما أشبه هذا الآية الكبيرة وما في توبة أولاد الله يا شيخ أنت بشوكي قال لا طاقة لنا اليوم بجانب توجهي. قال الذين يظنون أنهم لا يطاقي كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله مع الصابرين. يشوفوا سبحان الله الفئة القليلة هذه في غزة شعب عامة معناها آية آية تنظر كم بقية المسلمين مشاو قال الذين يظنون أنهم لا يطاقي كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله الله مع الصابرين. كان جو المؤمنين يشوفوا العقيدة موجودة في الآية الكافية فلو تو انبسطنا وهنا معكم فما تصيب أنه والآن أقرأه وما نعمل به وفي ذلك نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. حسب خلي البقية تكسر. هاي تفضل معزرة. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم
وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبتل الباطل ولو كره الكافرون. ولو كره المجرمون. ليحق الحق ويبتل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت وإذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم. حسنك زين، بارك الله فيك. تخلي بلاصة من بعضك. نعم. يكفي. كريم السردوك. ذلكم أن الله موهن كيد الكافرين. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم مستضعفون في الأرض واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. حسنك علي خليل السلام
بس ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. محمد سقراطي قالوا يا إبراهيم، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا
رؤوسهم مش على رؤوسهم. ثم لبسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قالوا حركوا. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حركوه وانصروا آلهتكم قالوا حركوه وانصروا آلهتكم لعلكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأرادوا به كيدا فجعلناه من الأخسرين. أرادوا في الصف ولا؟ فأرادوا به كيدا في الصف فجعلناه من الأخسرين. لا أسفلين. وأرادوا به كيدا فجعلناه من الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا صالحين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرهم وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. جزاك الله خيرا حسبك وحمدك. وعلمناه صنعة لبوس لكم
داود واحنا طبعا في قصة سيدنا سليمان ومن الشياطين عودها ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين منصور يونس ليلى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يدعون في الوصف ورهبا وكانوا لنا خاشعين ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون ومن الشيطان فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا إنا كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء أعود الآية إنكم وما تعبدون من غير ما إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم
حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوا إن شاء الله قصر لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون يكفي حسبك نختم مع رؤوف رجوبي إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.